نبي الهدى هزني ذكركم فرحت أغني بشوق غميم نبي الهدى هزني ذكركم فرحت أغني بشوق غميم وأشدو بفضلك بين الرجال جهارا نهارا بملء الفم جهارا نهارا بملء الفم وأدعو الأنام لمنهاجكم ومنهاجكم غاية المغنم ومنهاجكم غاية المغنم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فقدر وشرع فيسر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره وتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المباركون والأخوات المباركات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاء متجدد مع لقاءاتنا الموسومة بالمدائح النبوية، قصائد قيلت في مدح خير البرية صلى الله عليه وسلم، نعلق عليها بما يتفق مع السيرة العطرة والأيام النضرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. والقصيدة التي نحن بصدد الحديث عنها اليوم لها نوع من الغرابة، وهو أن قائلها مات كافرا وهو الأعشى، كان قد هم أن يسلم وقدم إلى المدينة يريدها، فتعرضت له قريش وأغرته بالمال كما سيأتي. لكنني قبل أن أعلق على القصيدة أقرأ بعض أبيات منها، ثم أستعين الله جل وعلا في التعليق عليها بما ينفع الناس. قال الأعشى: ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدة وعاداك ما عاد السليم المسهدة؟ ألا أيها هذا السائل أين يممت؟ فإن لها في أهل يثرب موعدا. فأما إذا ما أدلجت فترى لها رقيبين جديا لا يغيب وفرقدا، أجدت برجليها نجاء وراجعت يدها خناقا لينا غير أحردا. فآليت لا أرثي لها من كلالة ولا من حفن حتى تزور محمدا. متى ما تناخي عند باب ابن هاشم تريحي وتلقي من فواضله ندى، نبي يرى ما لا ترون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجدا. له صدقات ما تغب ونائل، وليس عطاء اليوم مانعه غدا. أجدك لم تسمع وصات محمد نبي الإله حين أوصى وأشهد، إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولقيت بعد الموت من قد تزود، ندمت على أن لا تكون كمثله وأنك لم ترصد لما كان أرصدا. هذه أبيات الأعشى التي داليته التي قالها في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن أعلق عليها أستحضر شيئا مما حولها، والتمهيد هنا في الخطاب مهم جدا. الأعشى شاعر جاهلي في الأصل، أحد أصحاب المعلقات، وهو صاحب المعلقة المشهورة: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل، غراء فرعاء مصقول عوارضها، تمشي الهوينة كما يمشي الوجه الوحيو. هذا الشاعر كان له باع كثير وكبير في شعر العرب، وكان يعرف بصناجة العرب، وكان شعره يسير تسير به الركبان. لما أظهر الله نبيه ونشر الله دينه بلغ الأعشى خبر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فعزم وقد كبرت سنه على أن يأتي من بوادي نجد حيث كان يسكن إلى يثرب، أي إلى المدينة، وأنشد هذه القصيدة وعزم على إنشادها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. تعرضت له قريش، فجاءه أبو سفيان، وقد أخبر أبو سفيان الناس أن هذا رجل شاعر وله مقامه في عند العرب، فلو قدر لو أن أسلم ومدح النبي، أبو سفيان يحذر قريش ويقول لن يبقى بيت إلا وسيدخله الإسلام. فقرر أبو سفيان مع من حوله من القرشيين أن يعطوا الأعشى 100 ناقة على أن يرجع من عامه هذا. فتعرضوا للأعشى في الطريق فأخبروه بالنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، ثم لما وجدوا منه عزما على الذهاب أغروه بالمال وقالوا له: هل لك إلى أن نعطيك 100 ناقة فترجع من عامك هذا، وبيننا وبينه هدنة، ثم ترى في العام القادم أمرك. فكأنه قبل رأيهم، وهذا كله يمضي بقدر الله، ورضي بال100 ناقة وعاد
أدراجه راجعا إلى ديار قومه. في الطريق سقط من ناقته فدقت عنقه ومات. مات على ماذا؟ مات على الكفر. لا يمكن أن نتجاوز هذا الحدث وأعلق على القصيدة قبل أن أعلق على الحدث نفسه. الهداية أيها المبارك بيد الله، كما قال الله لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت، والله يقول: ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. الهداية تطلب من الرب تبارك وتعالى، الله وحده أعلم بقلوب الناس. وإلا فأبو سفيان الذي كان سببا في غواية الأعشى ورده إلى ديار قومه ومنعه من أن يأتي المدينة، أسلم هو أبو سفيان بعد ذلك وحسن إسلامه وعد صحابيا. فانظر إلى أقدار الله، فالمرء يعلم أن أقدار الله سر الله في الأرض فلا يتعرض لها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينبه أصحابه ويعزم عليهم أن لا يخوضوا في القدر. لكننا نقول كما قال الصالحون من قبلنا وكما علمنا ربنا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم ننظر إلى أن الأعشى أغرته الأموال، طمعه في الدنيا جعله يرجع بما ناله من حظ ونصيب دنيوي ويرجع مسألة إسلامه. ولهذا قال الله لنبيه معلما ومؤدبا: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال جل ذكره: من كان يريد ثواب الآخرة نؤته منها. فبين الله جل وعلا أن الناس تختلف مشاربهم وطرائقهم، فمن كان يريد الآخرة هذا يثبت على دينه وقيمه يرزق ثباتا، ومن كانت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه كان غالبا ينتكس في طريقه ويرجع عن الجادة التي كان يسير عليها. ولهذا حري بالمؤمن أن يتحرر من المطامع الدنيوية وأن يجعل الجنة بغيته، وينظر فيما وعد الله جل وعلا به عباده الصالحين من نعيم لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. فهذه هي التي يثبت الله بها الإيمان في القلوب. أبو حازم أحد أعيان السلف مر على سوق من يبيع اللحم، فقالوا: يا أبا حازم، هل اشتريت لحم؟ قال: لا أملك دراهم ولا دنانير. قالوا: خذ اللحم الآن ونحن نصبر عليك حتى يرزقك الله دنانير ودراهم فنأخذها منك. فقال: إن كانت المسألة مسألة الصبر فأنا أصبر حتى أدخل الجنة. وكلما زاد يقين المرء بموعود الله جل وعلا لعباده الصالحين زاد ثباتا على دينه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته وأيامه يبين لأصحابه مسألة التعلق بنعيم الجنة. فلما أهديت له مناديل من بلاد فارس وتعجب الصحابة من لينها وأخذوا يلمسونها ويتعجبون من لينها، قال صلى الله عليه وسلم: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين من هذا. فانتقل بهم صلى الله عليه وسلم من هذا العالم الدنيوي الفاني إلى العالم الأخروي. والله لما ذكر نعيم الجنة قال: كان على ربك وعدا مسؤولا. أي أن عباده الصالحين منذ آدم إلى أن تقوم الساعة يسألون الله جل وعلا نعيم الجنة، لأن نعيم الجنة خلود بلا موت، لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم. والمقصود أن الطمع الدنيوي عند الأعشاء كان سببا في بقائه على الكفر وموته عليه. ولهذا حري بأهل العلم خاصة أن يكون تعلقهم بثواب الله قويا جدا حتى يقتدي الناس بهم. ولله الحمد، والأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة خير. وأنا أدركت ولله الحمد بعض مشايخي ممن ما زالوا أحياء إلى اليوم، رأيت من تتلمذي عليهم على الأقل بعضهم من ترفع عن المطامع الدنيوية وتعلق بالله ما لا يمكن أن يصدقه أحد في زماننا. حتى إن أحدهم يتردد كثيرا على المسجد النبوي الشريف حتى أصبح الناس يعرفون أوقات دخوله وخروجه، وله مكان خارج الحرم يضع فيه نعليه. وذات يوم أراد أحد الطلاب أن يكرم الشيخ، فلما خرج الشيخ من الحرم قدم هذا الطالب البار وأخذ النعلين وضعهما بين قدمي الشيخ ليلبسهما،
فتغير وجه الشيخ لأنه لا يريد أن يخدم لأنه عالم. فماذا فعل؟ نظر في الشاب وتأمل واسترجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم إنه بعد أيام خرج الشاب من الحرم فإذا بالشيخ يعطيه نعليه، أي أن الشيخ عرف أين يضع الشاب نعليه فوضعهما بين قدميه، كأنه يقول له لا أريد منك جزاء، ما قدمته لي من خدمة رددته إليك. لماذا؟ لأن هذا الشيخ الجليل كذلك نحسبه، لا نزكي على الله أحدا، إنما يريد ما عند الله من الثواب، وهذه منازل عالية لكن ينبغي على العلماء المنافسة فيها. أما البيت الذي سنعلق عليه من القصيدة وهو بيت القصيد فيها، هو قوله عن نبينا صلى الله عليه وسلم: نبي يرى ما لا ترون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجد. وهذا ما سيكون بإذن الله بعد قليل، نسأل الله لنا ولكم التوفيق. ذكرنا آنفا أن بيت القصيد في قصيدة ودارية الأعشاء هو قوله: نبي يرى ما لا ترون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجد. والبيت يحتمل معنيين، المعنى الأول أنما النظرة المحمدية للعالم غير نظرة الناس في جاهليتهم، أي أنه جاء بدين جديد، وهذا ظاهر بين. والأمر الآخر قضية ما أطلع الله عليه نبيه من الغيب، وهذا اللي سنتحدث عنه. فنقول الأصل أيها المبارك أن الغيب لا يعلمه إلا الله. قال الله جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. عالم الغيب والشهادة فلا يطلع على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول. فنعود فنقول مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ينبغي أن تعلم أن أنبياء الله على رفيع منازلهم وجليل قدرهم لا يعلمون الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه. وسأذكر أمثلة من القرآن تبين لك الفرق العظيم الشاسع الذي لا يمكن أن يكون فيه وجه مقارنة من أي وجه بين علم الله وعلم أنبيائه ورسله. جملة يكفينا أن نعلم أن الخضر عندما ركب مع موسى القارب السفينة جاء طائر فنقر في البحر نقرة أو نقرتين، فقال الخضر لموسى معلما: ما بلغ علمي وعلمك من علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر من البحر. لكننا سنذكر أمثلة في القرآن أشد وضوحا من هذا. الله جل وعلا أخبر عن ضيف إبراهيم، قال: ونبئهم عن ضيف إبراهيم. من ضيف إبراهيم؟ ملائكة إسرافيل وميكال وجبريل عليهم السلام جميعا قدموا على إبراهيم في صورة رجال. هذا خليل الله وأفضل الخلق بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في زمانه أحد أقرب إلى الله منه، ومع ذلك لم يعلم أن هؤلاء ملائكة، لأنه لو علم أنهم ملائكة إبراهيم يعلم أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، فما تكلف لهم عجلا ولا ذبح لهم ولا أكرمهم إكرام ضيف من الطعام، لكنه عمد إلى عجل من خيار عجله وذبحه لهم وقدمه لهم وهو يقول: ألا تأكلون؟ لأنه لم يكن يعلم أنه ملائكة حتى كشفوا الوسام عن شخصيتهم عليهم السلام كما هو محرر في القرآن. هنا يبين الأمر، يعني يظهر بجلاء إلى أن إبراهيم على علمه لم يكن يعلم أن هؤلاء ملائكة. سليمان بعده صلوات الله وسلامه عليه أعطي الريح غدوها شهر ورواحها شهر، هو في مكان عال مرتفع ويطلع، ومع ذلك غابت عنه مملكة بأكملها، مما دفع الهدهد أن يقول بين يديه: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق على الله كان يسكن المدينة، وفي المدينة منافقون آنذاك يأتمرون عليه ويدخلون معه مسجده ويخرجون معه دون أن يعلم عنهم شيئا. يقول الله جل وعلا: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. ف
فإذا جاز على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أن يغيب عنه علم بعض من يقطن معه في مدينته، فما بالك بمن دونه وكل الناس دونه صلوات الله وسلامه عليه. إذا تحرر هذا ننتقل الآن إلى أقسام الغيب التي علمها الله نبيه. أقسام الغيب التي علمها الله نبيه ثلاثة. أخبره الله جل وعلا بما قد كان، وهذا ظاهر في القرآن، كإخباره صلى الله عليه وسلم في القرآن عن نبأ يوسف وإخوته، عن أصحاب الكهف، عن الأمم السابقة، قوم نوح وهود. قال الله جل وعلا: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. ويكثر في حديث صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم. فهذا غيب قد مضى وانتهى، أمم سابقة وتاريخ مضى يخبر عنه صلى الله عليه وسلم. غيب آخر أخبر عنه صلى الله عليه وسلم ووقع كما أخبر في حياته، مثل أنه صلى الله عليه وسلم أخبر ودعا على من لمزه وهمزه من قريش وهو في مكة، فيقول عبد الله بن مسعود وهو شاهد على الواقعة: أن الذين سمى النبي صلى الله عليه وسلم رأيتهم صرعى في القليب قليب بدر. فهذا شيء أخبر به صلى الله عليه وسلم، وقال قبل معركة بدر: كأني أنظر إلى مصارع القوم، وأخذ يسمي ويحدد الأماكن، فما أحدهم حاد عن الموقع الذي أخبر به صلوات الله وسلامه عليه. وقال لأم علي يوم أن حارب علي عمرو بن ود في الخندق: إن ابنك سيقتله. فقتل علي عمرو بن ود. فهذا من الغيب الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم ووقع في حياته وهو كثير. الأمر الثالث غيب أخبر عنه صلى الله عليه وسلم ووقع بعد وفاته أو لم يقع، أي أنه ينقسم إلى قسمين: قسم أخبر عنه ووقع بعد وفاته، وقسم أخبر أنه سيقع بعد وفاته ولم يقع إلى يومنا هذا. فمما أخبر عنه أنه سيقع بعد وفاته: لما ارتقى جبل أحد قال: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، أنا بالشهيدين عمر وعثمان، فكلاهما مات شهيدا. فهذا غيب أخبر به صلى الله عليه وسلم ووقع كما قال. ولما أتى صلى الله عليه وسلم بئر أريس واستأذن عثمان، وكان قد استأذن أبو بكر وعمر قبله، قال عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري: ائذن لعثمان وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فأصابت عثمان البلوى ثم مات شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا غيب أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ووقع. أخبر صلى الله عليه وسلم أن القسطنطينية ستفتح، وقال: نعم الأمير أميرها ونعم الجيش جيشها، يعني الجيش الذي سيفتح والأمير الذي سيكون على يديه الفتح. ووقع هذا الفتح، وإن جاء متأخرا لكنه وقع على يد محمد الفاتح أحد سلاطين آل عثمان رحمه الله. فهذا بعض من الغيب الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به. بقي غيب هو القسم الثاني من القسم الثالث، أي الجزء الثاني من القسم الثالث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور ستقع لم تقع إلى يومنا هذا، ونحن نعلم يقينا أنها ستقع لأنه أخبر بوقوعها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. من ذلك خروج الدجال، فالدجال فتنة من أعظم الفتن، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته منه وقالوا: إن يخرج وأنا بين أظهركم فأنا حجيجكم دونه، وإن يخرج بعدي فكل امرئ حجيج نفسه. فالدجال لم يخرج إلى الآن، وهو من الغيب الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن خروجه أو به. وخروجه أي الدجال من أعظم الفتن، وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ فواتح وخواتيم سورة الكهف، وأخبر أنها مما يقي فتنة الدجال. كذلك أخبر صلى الله عليه وسلم، قال لأصحابه يوما: هل سمعتم بمدينة نصفها في البحر ونصفها في البر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أما وإنه سيفتحها 70,000 من بني إسحاق، لا يفتحون بسيوف ولا رماح ولا حراب، ولكنهم يقولون: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها ثم يقولونها مرة ثانية فيسقط الجانب الآخر. هذا الحدث لم يقع إلى الآن. من بنو إسحاق؟ الروم، وهم سكان أوروبا حاليا. وهذا معنى أن كثيرا من الأوروبيين سيدخلون في الإسلام، هذا وعد نبوي واقع صادق لا محالة. ولهذا ينبغي على أبناء جلدتنا وبني قومنا أن يكون خطابهم الدعوي خطابا متريثا
لا يكون مجرد دعوة بالهلاك والثبور على الأقوام، وإنما ينظر إلى الأحاديث النبوية مجملة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن هذه المدينة ستفتح على يد بني إسحاق، إسحاق ابن إبراهيم، ترك يعقوب، ومن ذرية يعقوب كان بنو إسرائيل اليهود، وترك إسحاق غير يعقوب، ترك ابنا يقال له عيس، من ذرية العيس، سكان أوروبا حاليا، أكثر سكان أوروبا حاليا. هذه المدينة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفها نصفها في البر ونصفها في البحر، كان أكثر الناس يظن أنها القسطنطينية، لكن ذهب الشيخ عمر سليمان الأشقر وفقه الله وحفظه إلى أنه يغلب على الظن أنها مدينة البندقية. والشيخ عمر زار مدينة البندقية وتحقق من أنها ينطبق أكثر وصفها على قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أميل وأختار ما ذهب إليه الشيخ عمر وأراه أقرب إلى الصواب، أن المقصود مدينة البندقية وهي مدينة عامرة في روما اليوم. الذي يعنينا أن هذا من الغيب الذي أخبر عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم ولم يقع بعد. وجميع أشراط الساعة والجنة والنار ودخولها يندرج تحت الغيب الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقع بعد، كنزول عيسى بن مريم عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج، فإن يأجوج ومأجوج أخبر الله أنهم قوم يفسدون في الأرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم في ردم وأنهم يحفرون كل يوم وأنهم يرد عليهم الردم كما كان، حتى يقول قيم عليهم سنعود غدا إن شاء الله، فيعودون فيجدون كما تركوه بالأمس فيخرجون، قال الله حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا لقد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. الذي يعنينا أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما يقول، مصدوق فيما يخبر به صلى الله عليه وسلم، يتنزل عليه جبريل والله يقول ما ينطق عن الهوى. فهذه أقسام الغيب الذي تندرج فيما أراده الأعشى بقوله نبي يرى ما لا ترون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجدا. إذا تحرر هذا كله ينبغي للمؤمن أن يكون حصيفا عاقلا، وأن يعلم أن من نراهم من كثير ممن يدعي السحر والشعوذة والكهانة أنهم لا يملكون من الأمر شيء، وأنهم لو قالوا إنهم لهم صلات وصلات بالجن فلا يمكن أن يعلم الغيب أحد إلا الله. قال الله جل وعلا عن سليمان وموته تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فهذا نص قاطع على أن الغيب لا يعلمه أحد إلا الرب تبارك وتعالى، وإنما يعلم المرء بمقدار ما علمه الله جل وعلا، عالم الغيب والشهادة، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. فعلى العاقل أن يزن الأمور بميزان صحيح، وأن يتريث في قوله، وأن يعلم أن الله جل وعلا وحده من وسع كل شيء رحمة وعلما. ربنا تبارك وتعالى يعلم ما قد كان ويعلم ما يكون، وما يعلم جل وعلا ما سيكون، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. وهذا كله من قرائن عظمته ودلائل ملكه جل وعلا، وأنه تبارك وتعالى وسع كل شيء رحمة وعلما. أما نحن معشر البشر فلا نعلم إلا ما علمنا الله. قال الله تبارك وتعالى أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وقال جل وعلا وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. علمني الله وإياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا. وكان هذا تعليقا وتحريرا على قول الأعشى نبي يرى ما لا ترون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجد، صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه، والحمد لله رب العالمين. نبي الهدى هزني ذكركم فرحت أغني بشوق غني. نبي الهدى هزني ذكركم فرحت أغني بشوق غني. وأشدو بفضلك بين الرجال جهارا نهارا بملء الفم وأدعو الأنام لمن هاجكم ومن هاجكم غاية المغنم
ومنهاجكم غاية المغنم وروح السلام.